سلام، اليوم رجع لكم بمقطع جديد. لكن قبل أبدأ أتمنى أنك تضغط لايك واشتراك، والله يعطيك ألف عافية. مقطع اليوم راح يكون عن برنامج يسرع الألعاب ويرفع الفريمات مهما كانت لعبتك، سواء كريتيف ديستركشن، ببجي موبايلي، فري فاير، أي لعبة أونلاين راح يساعدك البرنامج هذا. أول شيء، البرنامج مو موجود في جوجل بلاي، وفي برامج كثيرة موجودة داخل جوجل بلاي لكن تجبرك تدفع عشان تعطيك أداء أحسن. البرنامج هذا ما راح يطلب منك شيء ولا أي شيء، كل اللي عليك إنك تختار لعبتك وتلعب على أفضل الإعدادات. فخلونا نبدأ الحين بسم الله ونشرح البرنامج. زي ما تشوفون هذا هو البرنامج، راح يعطيك الرام وراح يعطيك كل شيء خاص بجهازك. عندنا أول شيء اللي هو Game Last، اللي هو إنك تضيف لعبتك، تضغط على زايد وبعدها تضيف لعبتك مثل ما تشوف. لكن قبل لا تبدأ وقبل لا تدخل في اللعبة، ادخل على خيار الإعدادات وفعل كل الخيارات هذه لأنها راح تفيدك وتعطيك أداء أفضل. زي ما تشوفون أنت الحين اخترت لعبتك، الحين كل اللي عليك إنك تدخل على اللعبة من داخل البرنامج. بسم الله ندخل عليها وراح يحسن لك أداء اللعبة، وبعدها راح يدخلك على اللعبة دايركت. رابط تحميل البرنامج تحصله تحت، بعد ما تدخل عليه راح تفتح معك الصفحة هذه، تضغط على خيار التنزيل الآن. بعد يقول جاري بدأ التنزيل، الحين هو قاعد يحمل. حمل عنده برنامج اسمه بوستر بلس، فالحين يقول ادخل على الاعدادات عشان تسمح البرامج الخارجية. بس يكون كذا وصلنا لنهاية المقطع. أتمنى يعجبكم البرنامج وأتمنى أنك تدعمني، والله يعطيك ألف عافية. سلام.